يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وان بوكس. يا مساء العزه والنصر والكرامه. طبعا النهارده ذكرى انتصار العاشر من رمضان، تحيه واجبه طبعا لقواتنا المسلحه المصريه. ولكن في البدايه طبعا ارحب بامسي على نوره. يا نوره يا مساء الفل عليكي. ازيك يا فاروق؟ اخبارك انت ايه؟ كله حل؟ كله زي الفل. اخبارك ايه في العشرة ايام دول؟ والله مية مية، رمضان بيعدي هوا. بيجري صح. الحمد لله. طيب النهاردة ان شاء الله هيكون معانا فقرات حلوة وكمان فقرات تخص شهر رمضان. في اخر فقراتنا هينورنا دكتور باهر السعيد وهيكلمنا بقى اكتر عن الناس اللي حابة انها تخس في رمضان. ازاي ممكن تعمل ده وسط يعني كمية الاكل الكبيرة اللي احنا بنقابلها وكمية الحلويات برضو الكبيرة جدا اللي احنا بنتعرض لها والضغط اللي بيحصل علينا. هو فيها عارفة، لا هو ضغط ضغط يعني. كلها انواع حلوه يا جماعه، يعني الكنافه اللي بالنوتيلا اللي بالمانجا البسبوسه الجميله. لا وفي دلوقتي باللوتس. بس الحاجات الحلوه اللي هي الاساسيه دي اللي هي بتخن قوي دي عارفه. طبعا يعني رمضان السنه دي ازاي ممكن نستغله احسن استغلال للي عايز طبعا يعني يظبط وزنه ويخس زي ما نور قالت كده مع دكتور باهر السعيد ان شاء الله. دراما رمضان يعني السنه دي يا نور، رمضان السنه دي ما شاء الله مليان باعمال دراميه مختلفه وكلها جميله جدا. لكن يعني الفترة دي انتشر على السوشيال ميديا كانت حاجة لطيفة جدا وكانت مرتبطة بمسلسل البرنس طبعا للنجوم، لان هم كلهم ما شاء الله في المسلسل ده كلهم احسن من بعض، للفنان محمد رمضان. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع ان ظهرت صورة مبهجة جدا، والصورة دي يعني سموها شخصية صاحب الفضل. ايه بقى موضوع شخصية صاحب الفضل يا جماعة؟ لما انا على الهوا دلوقتي، صاحب الفضل ده المفروض يا جماعة هي صورة ظهرت في حلقات المسلسل، يعني وهي عبارة عن ان صاحب الصورة دي كان زوج فدوى اللي هي بتلعب طبعا دورها الممثلة المتألقة روجينا، واللي قايمة بدور يعني ولا احلى من كده فعلا. وكمان بقى يعني المفروض يعني ان هي كانت شغالة في الاول في البيت ده، بتشتغل يعني شغالة في المنزل لحد ما لفت على صاحب البيت بقى وضحكت عليه واتجوزته، وبعد كده الراجل مات، ولما مات ورثت بقى منه فلوس، غيرت شكل حياتها تماما، وكمان ورثت منه تجارة المخدرات اللي كملت فيها، وطول المسلسل دايما بتدعي له بصاحب الفضل. هي شايفاه بالظبط، هي شايفاه ان هو يعني هو سبب كل الحاجات الحلوه اللي هي فيها دلوقتي او الغنى اللي هي فيه دلوقتي، فعشان كده هي على طول بتديله بالفضل في كلامها. اول ما بتجيب سيرته تلاقيها كده بتبوس ايديها وشه وظهر انه على صاحب الفضل او على العز اللي هي عايشه فيه دلوقتي. غير بقى الصور دي، مثلا الصوره اللي احنا شايفينها دي هي معلقاها له بقى باحجام في البيت، كل ما تعدي في الرايحه وفي الجايه تبوس ايديها وتدعي لصاحب الفضل، رغم ان هي متجوزه يعني. أيوه. متجوزه احمد زاهر اللي هو فتحي. رغم انه فتحي ده برضو طالع بشخصيه عصبيه وشخصيه غيوره وان هو بيتعصب اول ما تجيب له السيره، ولكن هي بقى قررت انها تراضيه. فعملت ايه؟ قالت له انا خلاص انا علقت لك صوره الجنب صاحب الفضل. هي مش باينه قوي يعني، لا هي بنحاول نبص عليها. راح عشان يشوفها لقاها الصوره فعلا قد كده ورجل صاحب الفضل في وش احمد زاهر. بصوا يا جماعه، هي الفكره في اللقطه نفسها، يعني بصوا هتلاقي صاحب الفضل قاعد على الكرسي معزز مكرم ولابس البرنس الجميل الابيض، وكمان الشبشب بتاعه انا مش شايف بس هو يعني المفروض كده. وطبعا احمد زاهر اللي عامل دور متالق فيه جدا جدا بجد. صوره صغيره جدا، وطبعا كل ما روجينا تجيب له سيره صاحب الفضل يتعصب ويتضايق ويحس يعني ان الموضوع يعني خرج عن السيطره. ده غير كمان ان المفروض يعني ان العصبيه بتاعته بتزيد او الشر بتاعه بيزيد من خلال المسلسل طبعا، يعني علشان خاطر المفروض ان الوالد يعني ادى كل ثروته للفنان محمد رمضان بعد وفاته. هنا بقى بتحصل الصراعات بقى والمشاكل بعد كده المفروض يعني. واحداث المسلسل انا شايف ان هي جميله جدا، لكن الصوره لفتت انتباه الناس كلها على السوشيال ميديا. ده حقيقي. ودي الميزه. يمكن زي ما انت لسه بتقول ان الصوره دي فعلا عملت انتشار كبير على السوشيال ميديا، والمشهد ده كمان وصوره صاحب الفضل. يمكن ناس كتير اثرها كده الفضول ان هي عايزه تعرف مين صاحب الفضل ده، مين الصوره في مسلسل، صوره متعلقه عملت ضجه كبيره جدا من غير ولا ينطق باي كلمه، من غير ولا يكون ليه دور فعلي، من غير بالزبط. ما يكون ليه مشهد، هي صوره ولكن عملت حاله وعملت كمان يعني شيء كده من الكوميديا اللي هي مش مصطنعه، مش اللي هو بقول افيه فالناس بتضحك. ولكن من ضمن بقى الناس اللي اثرها الفضول دي هي صحفيه مصريه
حبت انها تدور ورا صاحب الشخصية دي ورا صاحب الفضل. صاحب الفضل قررت تدور على صاحب الفضل وهي سما سعيد صحفية بجريدة الوطن. سما دلوقتي معانا على التليفون. يا سما. ايوه مساء الخير. كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبين ومنورين كده الدنيا دايما. ربنا يخليكي ده نورك. قولي لنا يا سما يعني هل انتي اصلا كنتي متابعة للمسلسل ولا شفتي الحالة اللي عملتها صورة صاحب الفضل وقررتي ان انتي تدوري عليه؟ الحقيقة احنا كصحفيين احنا مش هنبقى متابعين مسلسلات او متابعين حاجة من ايه تو زد. لكن بعد 10 ايام كده من رمضان او بعد تقريبا 7 ايام لو هنبقى دقيقين في الكلام. الفيدباك بيبقى باين. في حاجات بقى ظهرت من بعض المسلسلات، في افيهات طلعت، في صور طلعت، كوميكس، الحاجات دي اللي احنا بنتابعها ممكن على السوشيال ميديا، خصوصا ان الناس السوشيال ميديا اكتر بتنتشر اكتر من التلفزيون. تمام. فلفت نظري بقى الكوميكس اللي كان طالع عن روجينا وان هي كانت بتتكلم عن صاحب الفضل. هو ده المشهد اللي انا سمعته وانا ضحكت، يعني هي كانت بتتكلم عن صاحب الفضل ده، ان هو صاحب الفضل عليها وطلع جوزها الاولاني وهي زي خطفته وازاي ان هو كان تاجر مخدرات وهو صاحب الفضل والخير اللي هي عايشه فيه. فانا ضحكت. ما فيش عدة بالضبط ساعتين ولقيت الصورة ابتدت يتداولوها. شفت أصدقاء مشتركين، يعني أصدقاء عندي شخصيين عندي غيروا صور بروفايلهم لصورة صاحب الفضل. صاحب الفضل. وطبعا ضحك بقى، يعني ضحك احنا ما والصورة يعني فيها عظمة كده لو هنتكلم بلغة الشباب. لا صورة عظيمة بصراحة. هي عظيمة ومش مفهومة، فاهمة يعني مش مفهومة كوميدية ولا مش كوميدية، عارفة؟ يعني وفي الآخر تاجر مخدرات يعني بورنوس، يعني بورنوس ولكلوك تقريبا، بس شكله هيبة. ومتصور في جنينة وكرسي. لا في شغل عالي يعني. طيب سما يعني قول لنا الحس الصحفي بتاعك بقى اشتغل على ايه من خلال الموضوع ده؟ يعني دورتي على ايه؟ انا قلت لازم اعرفه الاول، يعني لازم الاول كلمت ناس اصدقائي كده مشتركين، قلت احاول اوصل كده لحد من كرو العمل. بس احنا كده احنا كصحفيين بنقولش مصادرنا، يعني انا عيب ان اقول مصادر يا جماعه لو سمحت، ما ينفعش اقول. لا براحتك. اللي هو انا عرفت ان انا اجيبه، يعني عرفت اجيبه عن طريق احد كده مشترك من في كرو العمل، وعرفت اوصل له. اتفاجئت ان هو ليه اعمال قبل كده بصراحه، وكمية الحماس وكمية الفخر وهو بيتكلم ان هو مبسوط ان مجرد صورة عملت الصدى ده وخلت الناس بتسأل هو مين. هو راجل لطيف جدا. انا على المستوى الشخصي انا انبسطت لما اتكلمت معاه. واكبر دليل ان الطموح والحلم ما بيقفش عند سن معين خالص. انا انبسطت ليه. هو اسمه الفنان احمد عبد الحي. الفنان احمد عبد الحي. هو 68 سنه واشتغل اكتر من حاجه قبل كده، اعلانات وادوار. اشتغل في فالنتينو مع نجم عادل امام. متهيألي مشهد على حسب كلامه، على حسب روايته ليا. وكان شغال عمل شخصيه سعد زغلول في فيلم 1919. بس توقف التصوير عشان كورونا، سبب كورونا. فلا هو طموح جدا وبيتكلم عن الشغل بحب. وانا نفسي بحب الشخصيات دي واحب ان انا لما اكتب فيتشر عن اي حد احس ان في حماس. لا يعني يا ربي يوفقه واشوفه زي ما هو ما قال كده، نفسي يبقى زي زكي رستم او محمود المليجي، يعني انا نفسي اشوفه كده بصراحه. تمام. طب قول لنا يا سما لما كتبتي بقى عن صاحب الفضل الحقيقي اللي هو احمد عبد الحي، هل الناس كانت متحمسة ان هي عايزة تعرف مين ده ولا هم مجرد حابين الحالة حابين الصورة؟ جدا جدا الناس، يعني على المستوى الشخصي لما نشرت الموضوع على صفحتي الشخصية، لا ناس كتير داخلة مبسوطة جدا ان هم عرفوا مين ده. لان كان في اغلبهم كانوا فاكرين ان الصورة مجرد صورة قديمة، صورة قديمة من ارشيف فطلعت وخلاص. محدش يعرف ان الصورة دي حديثة لسه متصورة، بس معمل لها ابديت. ايديت قصدي، إيديت بشكل معين. المخرج محمد سامي بصراحة يعني من النوع اللي بيستخدم ومتاخدة في السياق الدرامي يعني. هو استخدمها بشكل صح. هي الصورة اللي أنا عرفته من الفنان أحمد عبد الحي إن الصورة دي كان متطورها بنفس الشكل بس لإعلان معين. فشافها المخرج محمد سامي وطلب إن هو يصور نفس الصورة بنفس الكادر بنفس الشكل، بس يتعمل لها إيديت
تبان ان هي قديمه شويه. فطلعت بالكواليتي ده والناس افتكرتها ان هي مجرد صوره اي حد يعني. ما خدوش بالهم. مش مقصوده خالص، لكن هي صوره واحده. وكلمتين من الفنانه روجينا عنها عملت الصدى دي، الصدى ده كله. فالفنان الفنان موهبته بتطلع بصراحه يعني، لو بصوره او ساكت او ما بيتكلمش خالص هيطلع موهبته. ده وجهه نظري انا يعني. مظبوط جدا طبعا. شكرا ليكي جدا يا سما، نورتينا. شكرا جدا ليكي يا سما. طيب احنا معانا بقى يعني ما يجيبها الا صحفيينها. صاحب الفضل الحقيقي معانا بقى على التليفون الاستاذ والفنان احمد عبد الحي. يا استاذ احمد، ازيك يا فندم؟ صاحب الفضل الحقيقي معانا على التليفون اهو. اشكركم ازاي على اخيرا ظهر وربنا يعني يكتر كده من الناس اللي زيكم اللي هي بتهتم بالمواهب الجديده، والناس اللي هي عايزه تعمل حاجه للبلد كلها. ربنا يخليك يا استاذ احمد. يعني الله يخليك حضرتك بترسم الضحكه كده على وشوش الناس بس بمجرد صوره محطوطه، يعني من غير ما تتكلم، من غير ما تبذل اي مجهود، مجرد الكاريزما اللي ظاهره في الصوره دي. صاحب الفضل في ده كله ربنا سبحانه وتعالى. اكيد اكيد ونعم بالله. زي ما بتقول مدام روجينا، لا ده صاحب الفضل ربنا سبحانه وتعالى. اللي يخليني في حته زي ديت ويقولوا عليا صاحب الفضل. ما شاء الله. لا، صاحب الفضل هو ربنا سبحانه وتعالى، ومصر هي اللي صاحبه الفضل علينا كلنا. اكيد. طيب استاذ احمد، قول لنا ازاي اتعرض عليك الشخصيه؟ يعني هي صوره، فالموضوع جه ازاي اصلا؟ والله هو جه رشحوني عشان اعمل في الفيلم ده، المسلسل ده. فطبعا في المكتب بتاع احمد هاشم وزيزو، فرشحوني اعمل الصوره. انا في صوره ثانيه لابس فيها بدله وعليها عبايه اللي هي ام القصب ديت، لان انا طالع بدور اكبر تاجر مخدرات في مصر. طب معلش، انت هتظهر لسه ولا خلاص؟ في صورة تانية. لا، مفيش فلاش باك ولا في أي حاجة ولا في صورة تانية. في صورة باب البدلة، يعني في صورة غير دي يعني. صورة أيوة، في صورة لابس بدلة ولابس عليها حتى عباية. أنا بعتها المدام سما سعيد اللي هي معانا على الهواء. إيه معانا؟ أيوة، اللي هي لابس فيها العباية. غير دي تمام. ديت كانت في مشهد تاني كنت عامله في أربح المليون بتاع مصطفى الأغا. فعجبت الأستاذ محمد سامي طبعا، طبعا هو بيوظفها للمسلسل. وربنا كرمني انا بقى، والفضل لربنا سبحانه وتعالى اللي يخليني ابقى موجود في رمضان صدى البلد. لا طب ومع الناس استاذ احمد، طب شفت ازاي يعني ردود فعل الناس بقى وانتشار الصوره على السوشيال ميديا دلوقتي؟ والله بجد انا مبسوط طبعا، واشكر كل الناس اللي بتشجع تمام وهنتني على الكلام ده، وكل ده الحمد لله برضه بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الله علينا كلنا. الحمد لله. هو صاحب الفضل علينا كلنا ونعم بالله. طيب استاذ احمد، يمكن الناس اللي حابه تظهر موهبتها بتكون عايزه تستغل مثلا دور، حتى لو مشهد صغير، حتى لو اي حاجه، بس ان انا اتكلم فيها او اظهر فيها قدام الكاميرا عشان اقدر ابروز الموهبه اللي عندي. ولكن حضرتك وافقت على الصوره دي، ورغم ان هي صوره وما بتعملش اي مشهد تمثيلي، ولكن وصلت لناس كتير. ما خفتش من النقطه دي او ما قلتش ايه لازمتها؟ ما يخشش المجال ده. صح. دي مش عايزه، دي موهبه. واي احنا اتعلمنا كده ان احنا ما نخافش من حاجه. اللي يخاف يبقى مش هيعمل حاجه. مظبوط. ومصر ما علمتناش ان احنا نخاف من اي حاجه في الدنيا. الله عليك يا استاذ احمد. الله عليك. طب مصر قويه وشعبها باولادها بفنانينها بالاعلاميين بتوعها. ربنا يخليك يا استاذ احمد يا رب. طب استاذ احمد، اتكلمنا كده عن مشوارك الفني، يعني مشوارك الفني كده عمره قد ايه؟ حوالي قد ايه مثلا؟ وعملت ايه قبل كده؟ وفالنتينو يعني غير رمضان السنه دي. فالنتينو طالع في مشهد في الحلقه ال20 طبعا، متكلم مع مدام صفاء جلال. تمام. كان فالنتينو اللي هو الزعيم بتاعنا عادل امام كان في رحله، وكنا احنا مجموعه رجال اعمال عندنا مدارس خاصه ومجتمعين عشان نشوف الأولياء الأمور اللي هي معترضة على
زيادة المصروفات والكلام من ده. فكنا بنبحث الموقف ده كله في المشهد ده. طبعا اتعمل لها تيست واتبعتت الأستاذ رامي إمام فقال لا يجي ويعمل المشهد ده متكلم وبتاع. فالحمد لله. لا قبل كده يا استاذ احمد كمان كان في ايه قبل يعني كده من اربع سنين في معانا صور ليك وحضرتك مشترك متهيألي في اعمال دراميه مختلفه في مثلا لسه هينزل بس بعد ما ربنا يزيح عن البلد والعالم كورونا في فيلم 1919 طالع فيه سعد زغلول يمكن بعت الصوره برضو لمدام سما وفي قبليها عامل محمد علي عن مذبحه القلعه حلو كان فيلم تسجيلي غير بقى الاعلانات يعني في عن العاصمه الاداريه الجديده عامل برضو حاجه كويسه اعلان كويس عن زها برضو طبعا عظيم جدا وبعدين حاجات بقى عن رمضان مثلا في اللي هو البرامو بتاع قناه الحياه بين المسلسلات وبين البرامج انا واحفادي ومدام واقفه جنبي في طالع الشيف بتاع عبور لاند ما شاء الله يعني كل حاجات عملت حاجات كتير ما شاء الله يعني ربنا يوفقك الحمد لله ربنا يوفقك يا استاذ احمد وتكون السنه دي كده فتحت خير عليك وتحقق كل اللي نفسك فيه في المجال الفني وتكون الصوره دي يعني وش الخير كده عليك ان شاء الله نورتنا شكرا جدا طبعا استاذ احمد عبد الحي بص يا نورة يعني دراما رمضان السنة دي جميلة جدا فيها أعمال فنية فعلا مختلفة وكلهم أروع من بعض بجد النجوم السنة دي كلهم تفوقوا على نفسهم يعني مثلا هاجي أقول مسلسل البرنس لمحمد رمضان ما فيش حد فيهم مش أحسن كلهم أحسن من بعض يعني أحمد زاهر طبعا مع حفظ الألقاب روجينا كلهم طبعا أحسن من بعض في المسلسل وكمان المشهد بتاع امبارح كان عامل ضجة كبيرة جدا الأستاذة سلوى عثمان طبعا من المشاهد القوية جدا اللي عملتها وكان مدته كبيرة على فكرة وقدي الناس كلها أشادت بيه وطبعا ده غير كمان يعني عندنا الاختيار ده من المسلسلات طبعا بالنسبة لنا الملحمة الوطنية لجيشنا للقوات المسلحة وبتبين قد إيه الدور العظيم اللي بتقوم به قواتنا المسلحة وأنا متابع يعني أغلبية المسلسلات بجد أنا برضو أول كام يوم كده اللي هو كان فيه مثلا مسلسل الاختيار ده بتفرج عليه كل يوم ولكن مع الوقت ببتدي أشوف الناس على السوشيال ميديا بيتكلموا عن ايه المسلسل الحلو ايه المسلسل اللي هم متابعينه وبدات اتفرج كده الحمد لله متابعه اربع مسلسلات لحد دلوقتي عظيم جدا طيب احنا كده يا جماعه خلصنا كلام عن صاحب الفضل هنروح معاكم بقى الفاصل واللي حابب يخس في رمضان يتابعنا الفقره اللي جايه مع دكتور باهر السعيد علشان كده هيقول لنا شويه نصايح ممكن نعمل ايه نستغل فيهم رمضان علشان نخس ونبقى فورمه يلا بينا